يوافق 19 من ديسمبر الذكرى الرابعة للتوقيع للاتفاقية المتضمنة إنشاء مجموعة دول ساحل الخمس، والتي تضم في عضويتها إضافة إلى موريتانيا كل من مالي، النيجر، تشاد وبوركينا فاسو. وتطرح أمام المجموعة تحديات من أبرزها التمويل خصوصا في المجال العسكري. الشيخ المهدي النجاشي. كلية الدفاع لمجموعة الساحل الخمس أولى الركائز للمجموعة على الميدان، إذ تعمل على تكوين وتحضير الضباط المتميزين من القوات المسلحة لدول مجموعة الخمس في الساحل لشغل وظائف قيادية عليا من خلال تنمية الروح المعنوية والكفاءة لدى المتدربين واستعمال مختلف الأسلحة والقدرة على تطبيق مبادئ القيادة والتسيير في المجال العملياتي سواء على المستوى الوطني أو متعدد الجنسيات. مجموعة الساحل الخمس تحتوي على شقين، شق تنموي وشق أمني دفاعي. ونظرا لأهمية الشق الأمني والدفاعي، قرر رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز أنه يضع هذا المشروع تحت تصرف مجموعة الساحل الخمس حتى تصبح الكلية كلية دفاع لمجموعة الساحل الخمس. وتم قبول هذا الاقتراح من طرفه، من طرف نظراء دول الساحل، ومن ذلك الساعة أصبحت الكلية كلية لمجموعة الساحل الخمس. إضافة إلى المهام التي أسست عليها الكلية في بعدها التكويني والأمني لقوات مجموعات الساحل الخمس، فإن مخرجاتها الأكاديمية ما تزال تراهن عليها جاهزية الأعضاء وسط التحديات. لا تشكل كلية الدفاع التابعة لمجموعة الساحل الخمس بنواكشوط اللبنة الأولى فحسب لمستوى التعاون بين الدول الأعضاء، وإنما هي جزء من الرؤية التي وضعتها المجموعة لمواجهة التحديات الأمنية والتنموية بالمنطقة. إكراهات الواقع الأمني وتصحر الموارد المالية لمنطقة الساحل الإفريقي جعل المجموعة تضع جملة من الأهداف التنموية إلى جانب بعدها الأمني لرفع التحديات والتحسين من واقع السكان، ولعل قمة المانحين الأخيرة بنواكشوط كانت فرصة للطريق نحو تحقيق مكتسبات ما تزال في انتظار التعهدات. هذه التعهدات أخذت من أجل تمويل 40 مشروع كبير كانت هي الأهم في المنطقة. خلق اجتماعات وباهق عنها ان هاي الأربعين مشروع انها كانت هي اللي مثلا الاهم اللي الله يبدا به. الا انه قبل هذا اللقاء اللي خلقوا فيه تعهدات المانحين فهم استثمارات بنسبه 13% من اللي خلقوا التعهدات من المجموعه، ذيك الاستثمارات موجهه شور مشاريع استثنائية المهم منها أنها ترفع من مستوى المعيشة الساكنة في المنطقة الدول ثاني المناطق الأكثر هشاشة. وبالتزامن مع ذكرى تأسيسها تبقى مجموعة دول الساحل الخمس تواصل رؤيتها لمواجهة التحديات الأمنية والتنموية التي تعيشها بعض أعضائها، موازاة مع سعيها نحو تحصيل موارد ومساهمات تساعدها على أداء أهدافها في المنطقة. الشيخ مهدي النجاشي، تلفزيون الساحل، نواكشوط. المزيد عن مجموعة دول الساحل الخمس نتابعه في العرض التالي مع الزميلة لالا مثل المادة. أهلا بكم. تأسست مجموعة دول الساحل الخمس في 16 فبراير من العام 2014 في مدينة نواكشوط وبمبادرة موريتانية. تضم المجموعة في عضويتها 5 دول هي بالإضافة إلى موريتانيا كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد. من أبرز الأهداف التي أنشئت من أجلها المجموعة هي ضمان توفير ظروف أمنية مستقرة وإيجاد فرص تنموية واعدة لسكان الدول الأعضاء. فيما يتعلق بالناحية الأمنية، أنشأت مجموعة دول الساحل قوة عسكرية مشتركة قوامها 5000 جندي. وصلت التكاليف المالية المطلوب توفرها أكثر من 420 مليون أورو. تعهد المانحون الدوليون ب 410 ملايين منها. أما في المجال التنموي فقد احتضنت العاصمة الموريتانية نواكشوط في 6 ديسمبر 2018 مؤتمراً للمانحين جمع تعهدات بمليارين و400 مليون أورو، وذلك لتنفيذ 40 مشروعاً تنموياً في دول المجموعة الخمس.